أهلا بكم. أغلق السوق القطري على ارتفاع 9% عند مستويات 11,053.88 من المائة نقطة. بلغ حجم التداولات 6,769,000 سهم، أما القيم ف 230,580,000 ريال. على صعيد الأسهم، كان سهم ودام الأكثر ارتفاعاً ب 92% بين 27 سهم مرتفع، وكان الخليجي هو الأكثر تراجعاً ب 2.65% ضمن 12 سهم على تراجعات. الأكثر نشاطاً من حيث الكميات هو إزدان القابضة ب1,426,000 سهم، كذلك هو الأنشط بالقيم ب28,464,000 ريال. على الصعيد القطعي، تراجع العقارات وحيداً ب1%، فيما كان التأمين الأكثر ارتفاعاً ب2.21%.